دلوقتي هيكون موعدنا مع الفقرة اللي بنقدمها لحضراتكم، أو تقرير، بس هو أصلا عادة كلمة تقرير ده بتكون حاجة في حدود يعني 3-4-5 دقايق، فإحنا المدة عندنا أطول من كده شوية، وبالتالي هنقول عليها مجازا فقرة أو تقرير مطول يعني، اللي صورناه لحضراتكم من قلب محافظة المنوفية. لما بننتقل فريق العمل وأنا لمحافظة من المحافظات، عينينا أول حاجة بتقع على صوت الناس، الناس بتقول إيه والناس بتشتكي من إيه. وزي ما قلت في الأول الحقيقة عشان مبقاش بكرر كلامي، إنه لاحظنا كده من مجموعة من الجولات كذا محافظة اللي نزلناهم لغاية النهاردة، إنه أغلب مشاكلنا واحدة تقريبا، يعني مفيش محافظة فيها مشكلة مش موجودة في محافظة تانية. بنتكلم في الأساسيات بتاعتنا، الصرف الصحي اللي بقى مشكلة عامة دلوقتي في المحافظات كلها، بنتكلم على مية الشرب، بنتكلم على الصحة. دول الثلاث ملفات يمكن الرئيسيين قوي اللي موجودين تقريبا في كل محافظة رحناها. في بقى مشاكل أخرى كده رفايع زي ما بيقولوا، وحاجات الحقيقة في منها حاجات بسيطة قوي، زي مثلا الترعة اللي هنشوفها، ترعة أم أحمد. مش عايز احرق على حضراتكم التقرير، بس ايه هي ترعة ام احمد دي؟ هي ترعة كده صغيرة رفيعة، ترعة دي بتسبب كم رهيب من التلوث والاوبئة والامراض والناموس والفيران، واهالي القرية اللي هي فيها دي يعني الحقيقة مستويين من الغضب انه المحافظة مش بتعمل لهم حاجة. وفي نفس الوقت لو اتقفلت الترعة دي او اتردمت هتريح ناس كثيرة جدا وتمنع اوبئة وامراض. وبنتكلم على قرية فيها 15,000 مواطن مصري. دي حاجات يا جماعة بسيطة وما تكلفش كتير على فكرة، حاجات بسيطة جدا. دي بقى الأفكار والحاجات اللي احنا بنحاول دايما ندور عليها في صباح دريم ونقدمها، نقدمها عشان المواطن يكون وصل صوته ويحس انه في أجهزة حقيقي بتوصل صوته، وبنقدمها كنوع من أنواع نقل الأمانة إلى المسؤول أو المحافظ أو المسؤول في أيا كان هو فين، انه انت عندك ايه المشكلة وأهو حلها من الناس نفسها. رحنا الحقيقة مجموعة كبيرة من القرى كده تجولنا فيها، رحنا مثلا 100 خلف في شبين، كلمونا عن كفر أبشيش اللي في تبع الأويسنا، كفر العمرة، مركز منوف، في أهالي جم قبلونا حتى في شبين وقالونا بعض المشاكل وهكذا. زي ما قلت لحضراتكم احنا عملنا جولة سريعة مع المحافظ وأجرينا معاه لقاء، ومقدرناش ناخد سكة السفر ونرجع على القاهرة غير لما نلبي طلب كتير من المواطنين هناك اللي حبوا ياخدونا كده من ايدينا ويورونا بعض المشاكل على الحقيقه، وده اللي رصدناه وسجلناه بكاميرات صباح دريم. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير من داخل محافظه المنوفيه. صباح الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة احنا بكاميرا صباح دريم في المنوفية، موجودين دلوقتي في شبين الكوم. الحقيقة انه كتير جدا من حضراتكم بتتصلوا بينا بتقولولنا عايزينكم تيجوا قرى والمحافظات المختلفة تصوروا وتسمعوا صوت المواطنين، وده اللي احنا طول الوقت بنحاول على قد ما نقدر في صباح دريم نلبيه. موجودين النهاردة في المنوفية وعارفين انه هي من اكتر المحافظات في مصر اللي ربما عندها تحديات كبيرة جدا، عندها تحديات متعلقة باراضيها الزراعية وما يحدث بها من تعدي عليها، الرقعة الزراعية طبعا هنا كبيرة جدا في المنوفية، عندنا تحدي في الصرف الصحي، عندنا تحدي في مياه الشرب، عندنا تحدي في الوحدات الصحية، عندنا مجموعة اخرى من التحديات. لكن كمان الحقيقة سعداء انه جايين النهارده وفي مجموعه من المبادرات والافكار، وان كانت حتى تبدو بسيطه لكنها في النهايه طالما من شانها انها تجعل كل الشباب او مجموعه كبيره من الشباب وحتى طلبه المدارس الاطفال كمان يشتركوا فيها، فدي كمان مبادرات ايجابيه وجميله جدا. تعالوا نشوف مع بعض النهارده اليوم اللي قررنا في صباح دريم نقضيه في المنوفيه وتحديدا في شبين الكوم. يلا بينا. سيادة المحافظ بعد إذنك اشرح لنا المشروع هنا على أرض الواقع، الشادر ده كانت أهميته إيه وخدم المواطن في المنوفية إزاي؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك طبعا كان السيد الرئيس السيسي كان من ضمن يعني
او اولى اهتماماته ضبط الاسعار بالنسبه للمواطن. فتم فعلا التنسيق مع القوات المسلحه بناء على تعليمات رئيس الجمهوريه. والقوات المسلحه زي ما حضرتك عارفه ان هي في المسائل دي بتاخذ الموضوع بجديه شديده جدا. فعملنا حل ابتكاري بان احنا علشان نقدر نعمل حاجه مجمعه قد تاخذ وقتا طويلا في ان احنا نبنيها. فاقترحت ان احنا نعمل شادر زي ما حضرتك شايفه كده. هذا الشادر في منطقه وسطيه داخل محافظه المنوفيه او داخل المدينه. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا كرم كبير جدا، والقوات المسلحه نزلت فيه حوالي 35 سلعه من مكرونه ورز ولحوم واسماك وخضر وفاكهه بشكل يومي. بتبدا العمل فيه من 8 صباحا بينتهي 8 مساء او 9 مساء، يعني حوالي 12 ساعه متصله. زي ما حضرتك شايفه المواطنين بتتوافد عليه. الاسعار اقل من مثيلتها في السوق بحوالي 20%. اهلا بيكم الاول. وكان معالي المحافظ بيشرح لنا او بيتكلم على المبادره، هي من ضمن المبادرات الجميله الحقيقه اللي بتهدف الى قضاء على التلوث البصري حتى، وان احنا نوري اطفالنا منظر او لوحه جماليه جميله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحت رعايه معالي الوزير المحافظ كانت مبادره من مديريه التربيه والتعليم بان الشارع الحقيقه بالفعل بيتم تجميله، فلابد ان احنا نكون مبادرين. طلابنا اللي في المدارس التعليم الفني، 8 مدارس على مستوى المحافظة، قسم الزخرفة بيبادر بتجميل الشارع بأن هو فعلا هيكون له أن هو يحافظ على الشارع بنفسه. لما يبادر بتجميل الشارع وأن بعد رصف الشارع فعلا هيكون الطالب بيحافظ بنفسه. وزي ما احنا شايفين في خلال أسبوع واحد هننتهي من كل المدارس اللي في الشارع ده. كم مدرسة يا فندم؟ 6 مدارس ان شاء الله، والمديريه والابنيه التعليميه. معالي المحافظ ده يفرق في ايه؟ المنظر الجميل ده يفرق مع الطلبه في ايه؟ هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكر طبعا الدكتور عبد الله وكيل وزاره التعليم، وهو الرجل يعني بيحاول يفجر الطاقات اللي موجوده في ابنائنا. طبعا بيفرق كتير زي ما حضرتك هو شرح. اولا هو بينمي عنده الشعور بالانتماء لوطنه ولبلده، وبينمي عنده مواهبه في ان هو بيضيف لوحه جماليه. احنا كمان النصيحه ربما اللي هنتوجه بيها من صباح دريم واحنا شايفين منظر جمالي حقيقي يستحق الاشاده، انه التفكير في تطوير التعليم لا يقتصر او لا يجب ان يقتصر فقط على تطوير المناهج، وانما فكره ادخال الفنون بكل اشكالها كمان دي حاجه مهمه جدا، وخاصه في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. دلوقتي بنكلم حضراتكم من قلب ميدان الرئيس السادات. سبب شهرة الميدان ده في المنطقة هنا أو في المنوفية إنه نفس الميدان ده اللي دلوقتي بيعتبر يعني فيه ناحية جمالية معروفة قوي، كان في الأول الحقيقة عبارة عن شوارع مكسرة. فتعالوا نشوف مع بعض الميدان كده وناخد نموذج برضو لحاجة لو عايزين نطورها بنقدر نطورها. سيادة المحافظ، إيه قصة الميدان ده؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك عارفه ان الشارع ده هو شارع الكورنيش، هو الشارع الرئيسي في مدينه شبين الكوم. الحقيقه الشارع ده كان مهمل اديله فتره طويله جدا، كان فيه اعمال تطوير ميه وكهرباء وصرف صحي. ادت هذه الاعمال الى تدني حال الشارع، فضلا انه شريان رئيسي لمدينه شبين الكوم وكمان على النيل لانه كورنيش. فبدأنا في تطوير هذا الشارع بالرصف والتجميل، والحقيقة أشركنا معانا كثيرا من الشباب المنوفية، وكان في مشكلة مرورية مختنقة ما كانش فيه هنا ميدان أصلا. فإحنا قلنا هنعمل ميدان علشان ده طريق بيودي للباجور، وده طريق بيودي للبر الشرقي، وده طريق بيودي إلى نهاية الكورنيش والبر الغربي. فإزاي نقدر نعمل ميدان وسطي بشكل جمالي ونعمل نيوترنات فيه بحيث ان ما يحصلش اي اختناق بشكل كبير زي ما كان الحال كان بيجتمع عليه سوق الحاله العامه للشارع من ناحيه، عدم وجود ميدان من ناحيه. ففعلا جبت المرور والحي وبدانا نتصور شكل ميدان زي ما حضرتك شايفه دلوقتي. ده الميدان ده احنا بدانا عمل فيه في شهر 9
اللي فات، وان هنا في شهر يناير الكورنيش كله اترصف بالكامل وتجمل زي ما حضرتك شايفه بنخل وبعض الجدارات البسيطه. وجبنا الشباب بقى بعد ما عملنا الميدان ك يعني كداير ونيوترن، قلنا لهم تفكروا معانا ازاي نخلد اسم الرئيس السادات ابن مصر بشكل عام وابن محافظه المنوفيه بشكل اخص. فعملنا زي ما حضرتك شايفه كده هذه الجداريه الاسطوانيه اللي بتتكلم عن حرب اكتوبر، وفي وسطها الرئيس السادات وبعضا من كلماته التي يخلدها الزمن والتاريخ كبطل للحرب والسلام، ابن مصر اللي بتفتخر بيه وابن المنوفيه اللي بتفتخر بيه اكتر. احنا دلوقتي من داخل محطة شبين الكوم المرشحة لتنقية المياه، عايزين نعرف طاقتها الاستيعابية قد ايه وبتخدم اهل المنوفية ازاي، وايه التجديد او التطوير اللي ممكن يكون اتعمل عليها الفترة الجاية دي. معالي المحافظ نطلع مع حضرتك. لازم اعترف ان دي اول مرة اجي فيها، يعني ادخل داخل محطة تنقية مياه الحقيقة. والحقيقة هي مدينة شبين الكوم طبعا حضرتك عارفة ان هي فيها بعض المجاري المائية الكبيرة زي نهر شبين والرياح المنوفي وغيره. الحقيقة المحطة دي بتعتبر المحطة الرئيسية لمدينة شبين الكوم، محطة مرشحة بيبقى فيها اختبارات دورية يومية، ان احنا بنشوف نسبة كل المكونات بتاعة المية، بتفتش عليها المعامل الخاصة بوزارة الصحة بجانب المعامل الخاصة بشركة المياه الشرب والصرف الصحي. خليني بمنتهى الأمانة برضو أنقل لحضرتك صوت بعض أصوات بعض المواطنين اللي اتكلمنا معاهم، أنه بما نحن داخل هذه المحطة لكن في بعض المواطنين شايفين أنه سوق مياه الشرب الموجود في المنوفية الحقيقة يعني زيها زي محافظات تانية كتيرة جدا يعني أو أغلب محافظاتنا في مصر، هي سبب رئيسي من أسباب إصابتهم بالكثير من الأمراض وخصوصا أمراض الكبد. إيه رد حضرتك على ده يا فندم؟ نعترف أن هناك بعض المشكلات يعني مخلفات الأزمنة الماضية لا نستطيع أن احنا نقول أن احنا قضينا عليها تماما، لكن نقدر نقول أن الدولة ماضية قدما بشكل يعني غير مسبوق في إنهاء هذه المشاكل أولا بأول. ورثت الحكومات الحالية حكومة المهندس إبراهيم محلب ثم حكومة المهندس شريف إسماعيل بعض أوزار الحكومات السابقة فيما قبل ثورة يناير، هذه الأوزار أو الأحمال أو المسؤوليات لم تتنصل الحكومتين من التصدي لمشاكلها وخاصة في المية والصرف الصحي. وأنا بكلم حضرتك بمنتهى الصدق، ويمكن قبل ما أبقى محافظ كنت رئيس مدينة، وهذا الأمر خلاني محتك بهذا المجال احتكاك كبير. في طبعا ما زالت بعض القرى موجود فيها بعض مشاكل المية بنحاول نتلافاها أولا بأول، بتبقى فيها نسبة العقارة كبيرة شوية فالمواطن بيتهيأ له أن العقارة دي تلوث مياه، لكن هي راجعة لطبيعة المية نفسها. لكن المية الحمد لله احنا مفيش جزء جوه محافظة منوفية لا يتم تحليله يوميا. أنا بشكرك يا فندم. بشكر حضرتك يا فندم. سيادة المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، أهلا بحضرتك معنا في صباح دريم يا فندم. أهلا بحضرتك. اسمح لي أبدأ مع حضرتك في البداية بمجموعة من الشكاوى أو الآراء أو الأفكار. إحنا الحقيقة عملنا جولة الأول كده وتكلمنا مع مجموعة من المواطنين هنا، وفي عندنا يعني أكتر من مركز كان فيهم كلام شوية بخصوص خدمات ممكن تكون ناقصة للمواطنين أو غيره. اسمح لنا نتناقش الأول في الأمور دي قبل ما نتكلم عن المبادرات والإيجابيات والمشاكل اللي اتحلت الحمد لله في الفترة الماضية. هبدأ مع حضرتك بقرية ميت خلف مركز شبين الكوم، فيها مصنع بلك في وسط المساكن، وحضرتك أكيد أكثر مني دراية بأنه ده بيشكل خطورة كبيرة وتلوث لصحة المواطنين وغيره.
حاجه زي كده مثلا يا فندم تتعاملوا معاها ازاي؟ طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك المصنع بتاع ميت خلف ده مصنع موجود من 42 سنه. الحقيقه المساكن زحفت على هذا المصنع، وطبعا يعني نقله تحت الدراسه، بس طبعا يعني به كثيرا من الامور التي يجب وضعها في الاعتبار. اولا وجود مكان بديل لهذا المصنع بعيدا عن الكتله السكنيه، هو لما اتبنى ما كانش فيه جنبه كتله سكنيه، ولكن زحفت الكتله السكنيه عليه طوال 42 سنه حتى يعني احاطت به من كثيرا من جوانبه. الحاجه الثانيه يعني بنحاول نوفر طبعا الاعتمادات اللي نقدر ننقل بيها مصنع مثل هذا المصنع. المصنع مملوك لوحده الرصف الخاصه بمحافظه المنوفيه، هو المصنع الرئيسي للخلطه الاسفلتيه على مستوى المحافظه بالكامل. فالمصنع موجود بقول لحضرتك من 42 سنه تقريبا، وفي اكيد طبعا عدد لا باس به من العماله، في عدد لا باس به من العماله، وفي خامات ومعدات وادوات حكوميه. فنقله يعني مش بنرفض هذا الكلام، مش بنرفضه، لكن محتاج ان احنا نشوف حلول يعني تقلل من حجم الخسائر من هذا. من جانب طبعا المواطنين يعني لهم كل الحق وكل حاجه، بس هو المصنع يعني زي ما بقول لحضرتك اديله فتره طويله جدا، قربت على 42 سنه، لكن ان شاء الله يعني تحت الدراسة وبنشوف حاجة يعني إن شاء الله. قد أتعجب بس الحقيقة من كل مسؤول خلال ال 42 سنة دول اللي كان بيدي موافقة بالترخيص لبناء سكني جديد. يعني ما أنت عارف إن في مصنع موجود ومصنع مهم، ما تديش بقى موافقة بالسكن جنبه يعني. وفي حاجات كمان فيها مخالفات خالص، مش كلها كانت ترخيص يعني. تمام. طيب لسه في قرية ميت خلف ومستشفى الحميات بيقال إنه بها نقص كبير في الأدوية. والله الحقيقة مستشفى حميات ميت خلف يعني أنا فتشت عليها أكتر من مرة ولم ترد منها شكاوى في شأن نقص الأدوية، لكن بما أن حضرتك قلت الكلام ده فيجب فحصه حاليا ودراسته على طول مع السيدة وكيلة الوزارة. ياريت نتكلم بقى عن الجزء ربما اللي بيكون مهم جدا بالنسبة لأي محافظ بيتولى المحافظة، وهو التعدي على الأراضي الزراعية. كمان قرية ميت خلف من القرى اللي بيتقال ان فيها نسبة مش بطالة من التعدي على الأراضي الزراعية، بتتعاملوا ازاي يا فندم مع الملف المهم ده؟ هو حضرتك التعديات الزراعية على الأرض الزراعية يمكن المنوفية للأسف الشديد احتلت يعني مرتبة متقدمة جدا في التعدي على أراضيها الزراعية أو الرقعة الزراعية ابتداء من ثورة يناير 2011 حتى يمكن في نهاية 2013. الحقيقة إن هذا الملف شائك جدا، يعني طبعا حضرتك عارفة إن محافظة المنوفية محافظة زراعية في المقام الأول، وإن كانت يعني بيها مناطق صناعية ضخمة وعملاقة، لكن في أساسها هي إحدى يعني المحافظات الزراعية من الدرجة الأولى في الدلتا. الحقيقة التعديات بلغت رقم فعلا كبير جدا، عشان برضو ما ننكرش هذه الحقيقة. برضو الحقيقة السادة المحافظين اللي سبقوني بذلوا فيها مجهود كبير جدا، يعني أوجه لهم كل التقدير والشكر خلال الفترة اللي قبل ما أنا يعني أتشرف بتولية مسؤولية محافظة المنوفية. دلوقتي احنا ما عندناش يوم تقريبا ما فيهوش إزالة، يعني احنا بنتعامل مع هذا الملف بحزم. طيب نروح الى كفر ابشيش مركز ويسنا. ويسنا والحقيقه انه الشكوى العامه هنا يا فندم، يعني احنا مش بس لما وصلنا المنوفيه، احنا من ايام بنحضر الحقيقه للزياره دي، وبالتالي بنسال المواطنين، بنتصل باهالينا في المنوفيه، بنعرف المشكله او الشكوى اللي قد تكون عامه هي الصرف الصحي. واعلم تمام العلم انه هذا الملف ثقيل جدا، وانه الموضوع مش بسهوله ولا في ايد اي وزير او محافظ انه في يوم وليله ولا في شهر وربما ولا في سنه للاسف، انه يعني بعد ما فهمت الحقيقه واتشرحت لي دي من اكتر من مره، مش بسهوله ان الموضوع يتحل. ولكن في قرى ربما تعاني اكثر من قرى اخرى، ففي قرية زي كفر أبشيش الصرف الصحي فيها بيشكل يعني مشكلة خطيرة جدا للمواطنين.
ممكن نعمل ايه يا فندم، وايه الخطه القصيره وطويله المدى اللي بنشتغل عليها دلوقتي؟ هو حضرتك يعني مشكله الصف الصحي زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها مشكله يعني من الموروثات اللي ورثتها حكومتي المهندس ابراهيم محلب والمهندس شريف اسماعيل. الحقيقه المشكله دي حضرتك ظهرت وتفاقمت منذ عام 2004. 2004 كانت انتخابات مجلس الشعب في ذلك الوقت على الابواب في 2005. حدثت ان الميزانيات اللي كانت وارده لكل محافظه في الصرف الصحي بكام على مصر كلها مش على المنفعه لوحدها، المرشحين في هذا الوقت او بعضهم عشان ما نقولش ان كل المرشحين فيهم نفس المشكله، المرشحين دول في هذا الوقت بداوا يوزعوا الاعتمادات مع الوزراء المختصين على اكثر من قريه، برغم ان كانت الاعتمادات دي مخصصه مثلا لقريه او اثنين او ثلاثه، اتوزعت على 20 قريه، فاصبح كل واحده فيهم لها نسبه مثلا 10% 20% 30%، فاصبح مفيش ولا مشروع بيخلص. الحقيقه ده تم تلافيه في حكومتي المهندس ابراهيم محلب والمهندس شريف اسماعيل. طيب لحظه واحده، موضوع التخصيص اللي كان بيحصل ده كان بيحصل القصد منه، طبعا الضمائر والنوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ولكن انا بقصد انه هل ثبت انه اعاده تخصيص الموارد دي وتقسيم الاموال او الميزانيه على عدد اكبر من القرى، وبالتالي لا دي استفادت ولا دي استفادت؟ صحيح. هل ده يا فندم كان نوع من انواع الفساد ام انه اهمال؟ وان كان برضو لا، هو كان نوع من انواع الدواعي الدعايه الانتخابيه، كانت المرشحين عاوزين يقولوا لاهل دوائرهم في ذلك الوقت ان احنا هندخل الصرف الصحي في كل قريه وكل نجع من نجوع كل محافظه. فده ادى مثلا حضرتك ان مثلا ميزانيه محافظه المنوفيه، يعني هنضرب بذلك مثلا، انا افترض انها 100 مليون جنيه للصرف الصحي هتستوفي مثلا 10 قرى. ادى الطريقه دي او الطريقه الغير مدروسه دي بانها توزعت على مثلا 50 قريه، فاصبح ولا قريه بتخلص. فطبعا ده تلافته بالحق الحكومتين، حكومه المهندس ابراهيم محلب ثم من ورائها حكومه المهندس شريف اسماعيل، بان وضعت قواعد صارمه في هذه المساله. اولا انهاء كل المشروعات المفتوحه بنسب اللي وصل ل 92% او 80% او 95% نبدا بيه الاول، ثم ننتهي الى اخر نسبه متدنيه في التنفيذ، ولا نبدا في اي مشروع في اي قريه من قرى اي محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه الا اذا كان الاعتماد متوافرا حتى لا تطول فتره التنفيذ، زي ما انا شفت في قرى قديمه 11 سنه وفي قرى قديمه 12 سنه، وقد تجد حضرتك ان نسبه التنفيذ وصلت ل 90% ولكنها متوقفه من 12 سنه لان ما فيش اعتماد. طيب من ضمن الخدمات الاخرى الدستور بيكفل انه الدوله تمنحها الى المواطن الخدمات الصحيه، وهي في المقام الاول طبعا لانه صحه الانسان هي اغلى حاجه. تمام يا فندم. وكنت الحقيقه قريت لحضرتك اكتر من تصريح انه ما انتش راضي قوي عن مستوى الخدمات الصحيه التي تقدم في محافظه المنوفيه بصفه عامه، ولكنها الى حد ما مقبوله. خليني اخد بس نموذج لوحده، الوحده الصحيه الموجوده في كفر ابشيش زي ما احنا في مركز اويسنا، البعض بيقول انها بلا امكانيات. هي وحده صحيه موجوده، ابنيه موجوده، ولكنها بلا امكانيات حقيقيه. لا، هو احنا عايزين نفرق بين حاجه يا فندم. الوحدات الصحيه كلها هي وحدات وقائيه مش علاجيه. الوحده الوقائيه المفروض ان هي بتتعامل في الحالات البسيطه، يعني بتتعامل مثلا في حاله جرح، حالة لدغ عقرب، زايدة مثلا مفاجأة. لا زايدة لا، يعني العمليات الجراحية لا. لا العمليات الجراحية لا، العمليات الجراحية دي تتولاها المستشفيات العامة والمركزية، لأن مفيش موجود داخل الوحدة الصحية حتى الكادر بتاعها بيبقى طبيب صغير. هذا الطبيب مش متخصص يعني. بس احيانا يا فندم المواطن يعني انا ممكن النهارده حد يتعب مثلا، هو مش بنتصرف. عارف مش عارف تعبه ايه، فيروح للوحده الصحيه. هي بقى الوحده الصحيه دورها الاصلي اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي، ان انا كطبيب في الوحده الصحيه بشخص هذا الموضوع، ان انا ممكن اتعامل معاه في وحدتي الصحيه او لا، الموضوع اكبر من امكانياتي، محتاج الى عمليه جراحيه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، او الموضوع محتاج الى تدخل بشكل اكبر في كعنايه مركزه وغيرها،
الطبيب ده اللي بيحدد الكلام ده وبيتخذ اجراءاته مع الاداره الصحيه المختصه بتاعته وبتمشي الامور بهذا الشكل انها وحدات وقائيه وليست وحدات علاجيه. رائع. طيب نتكلم بقى في بعض النقاط اللي كانت بتشكل مشاكل او تحديات في محافظه المنوفيه، والحمد لله انه في جهود على الارض واضحه وتحولت المشاكل دي النهارده الى بالعكس الى نقاط ايجابيه. عايز اتكلم تحديدا عن ثلاث نقاط يعني اللي هضرب بيهم المثل دلوقتي. ضبط الاسعار، ما بنسمعش هنا من المواطنين انه الاسعار زايده عليهم، وده هنعرف البديل اللي تقدم ايه. بتكلم عن انابيب البوتاجاز بعد ما كان في طوابير كبيره جدا، وبعد ما كان التجار للاسف طبعا بيلعبوا بياخدوا الحاجه من الدعم والانابيب من الدعم وبيبيعوها للغلابه في السوق السوداء باسعار اعلى بكتير. النهارده الحمد لله ما فيش ازمه ظاهره على الاقل في المنوفيه. وهتكلم على مبادره التعليم الفني وتجميل ورسم وتلوين المدارس، المنظر اللي حقيقي بسطنا واحنا ماشيين بنتفرج عليه. نبدا بضبط الاسعار يا فندم، كانت ايه الاستراتيجيه؟ والله ضبط الاسعار حضرتك احنا مشينا فيها بكذا استراتيجيه. الاستراتيجيه الاولى ان احنا رصدنا الوضع على الطبيعه، قلنا ايه المشكله الكبيره جدا في الاسعار في محافظه المنوفيه. المشكله الاولى تتعلق غالبا باللحوم. اللحوم البلديه زادت بشكل جنوني في مصر كلها، في مصر كلها يمكن، بس انا بتكلم عن المنوفيه يعني. الحاجة التانية إن السلع الرئيسية بعض الناس احتكرتها زي السكر والدقيق والمكرونة والزيت وما إلى ذلك. فنسقنا مع القوات المسلحة فورا، دي كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية نفسه. السيد رئيس الجمهورية إدى تكليف للقوات المسلحة بأن تقتحم تلك المشكلة. والحقيقة القوات المسلحة عندما تأخذ تكليفا لاقتحام مشكلة لا تتباطأ وتؤديها على أعلى وأجود ما يكون. أنا بيب البوتاجاز عايزين نعرف إزاي بعد ما كان في أزمة كبيرة وكان مواطن المنوفية بيعاني من الحصول على أنبوبة البوتاجاز، إزاي النهاردة الحمد لله أصبح في سلاسة في الحصول على أنبوبة البوتاجاز والتجار السوق السوداء يعني تهمشوا كده على جنب. حضرتك إزاي؟ حضرتك دي مش جهود محافظ المنوفية وحده، عشان بس أبقى صريح مع حضرتك. الحقيقة أخص طبعا الأول المهندس شريف إسماعيل عندما كان وزيرا للبترول. الحقيقة أنا نسقت معاه تنسيق جيد جدا بالنسبة لمحافظة المنوفية، وقلت لسيادته ساعتها أنا عندي مشكلتين يا فندم، مشكلة كميات ومشكلة انعدام الرقابة. فأنا خليني يا فندم اللي يخصني انعدام الرقابة إن أنا سأراقب ذلك بكل عنف. راقبته ازاي يا فندم؟ شوف فندم، عملت اليات. كان معي اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفيه في ذلك الوقت، وذلك الرجل الفاضل المحترم اللواء ممتاز فهمي. الحقيقه بدا معايا في حمله كبيره جدا نزلناها بنفسنا بشكل دوري على مراكز التوزيع والتجار التجزئه وتجار الجمله، اسفرت عن ضبط كميات كبيره جدا، فحصل بدايه نوع من الخوف الشديد جدا لدى التجار. الحاجة الثانية وهي الأخطر حضرتك، قال لك الناس دي مش بتهزر. الحاجة الأخطر إن أنا اتخذت مجموعة من الإجراءات شديدة العنف مع المخالفين. ففي بعض المستودعات تم إلغاء ترخيصها، ودي كانت أول سابقة في تاريخ المحافظة إن يتم إلغاء ترخيص بالكامل. بدأنا نقتحم المشكلة، بدأنا نعمل رصيد استراتيجي ومخزون استراتيجي جيد عشان الشتاء لما تيجي هتأمنوا كميات. تمام بالضبط يا فندم. ساعدنا في ذلك السيد وزير البترول الحالي طلب بيه، لأنه جه الموضوع معاه برضو إنه بدأ يعني يشوف احتياجات المحافظات الفعلية. السيد وزير البترول الحالي يعني، أنا برضو بقول إن المهندس شريف إسماعيل بدأ وساد وزير البترول الحالي كمل. الحقيقة بدأ يبقى في منظومة في الغاز مختلفة تماما يعني، فما أصبحش في مشكلة خالص بالتالي لا عندي ولا عند غيري من السادة المحافظين. نقطة ثالثة يا فندم بخصوص التعليم الفني، ويعني إزاي جت الفكرة، فكرة إن احنا نوسع آفاق الطلبة ونفهم أولادنا وبناتنا في التعليم الفني إنه موضوع مش
حرفة ومهنة بتتعلمها وبس. موضوع ان انت لو عندك موهبة ممكن تنميها، وموضوع ان انت لما ترسم الجمال حواليك حتى على جدران مدرستك انت، ده كمان حينمي جواك اوجه جمالية في كل حاجة تانية. صحيح. لا مش عايز اقول انها فكرتي عشان اكون صادق قدام ربنا، لا مش فكرتي، هي فكرة تربية وتعليم بالكامل وجامعة بالكامل. بمعنى طرحوها عليا قالوا لي احنا عايزين دلوقتي في شارع جديد اسمه شارع صبر ابو علم، يعني مش شارع جديد بالنسبه لشارع، في رصف جديد يعني او بنكمل جزء منه كبير، والشارع فيه 8 مدارس، فلو احنا نقدر النهارده ندي شكل جمالي ومن خلال الطاقات اللي موجوده في ولادنا الصغيرين في المرحله الاعداديه والثانويه هيبقى حاجه طيبه جدا. قلت لهم لا خلاص انا دي مش فكره ممتازه بس، دي فكره رائعه يا فندم، احنا هنحاول ويمكن هم يطلعوا لنا حاجات حلوه. قلت لهم لو طلعوا حاجات مش بيرفكت قوي، اولا انا بنمي فيه انتماء، اتنين بنمي فيه غريزه حب الجمال، تلاتة بخليه حافظ على كل حاجه عملها بايده وما يسمحش لغيره ان هو يشوه هذا العمل. يعني انا مش ممكن اتخيل انه الطالب او البنت اللي مسكوا الالوان ورسموا الجمال ده لا يمكن هو نفسه يروح يكتب مثلا على على ولا هيسمح لغيره، ولا يسمح لغيره، ولا يسمح لغيره، ولا يلقي مخلفات في الشارع، ولا هيسمح لغيره، عشان هو خلاص عينه هتاخد على الجمال. وطلب ده متزامنا مع رصف الشارع. فقلنا لهم طيب ابداوا في ده وانا هشوفكم بنفسي. وقالوا لا احنا مش عايزين فلوس، احنا هنخرج ده بدون فلوس. طب لا الحي برضو يساعدكم في الخامات علشان الدولة تقول لكم يعني متشكرين بشكل عملي. نعم. وانا اجي لكم عشان افتخر بولاد المنوفية اللي واقفين بيحاولوا يجملوا بلدهم ويخلوها بأبهى صورة. نعم. دكتور هشام، سؤالي الاخير لحضرتك، من واقع منصبك كمحافظ للمنوفية، تتمنى تشوف المنوفية ازاي بعد سنة وبعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات بإذن الله؟ والله يا فندم أتمنى أولا أني أرضي الله في الفترة اللي أنا أعيدها أي ما كانت قد إيه في هذه المحافظة العريقة التي يعني بتفتخر بها مصر كلها لما أنجبتهم من رموز وطنية على مر تاريخها الطويل، بدءا من دنشواي أو توسطا بدنشواي وما قبلها. يعني أتمنى طبعا أن المحافظة دي ما تبقاش فيها مشكلة واحدة في أرض زراعية تاني. أتمنى أن المحافظة دي تغطيها كل الخدمات المنقوصة. أتمنى أن بعد 5 سنين ما تبقاش في قرية من 315 قرية وهي عدد قرى محافظة المنوفية لا يوجد بها صرف صحي أو مياه شرب. أتمنى أن ربنا يحفظ هذا البلد الطيب المنوفية ويحفظ البلد الأكبر الآن من مصر، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ليس عزيزا عليه شيء، فإحنا ثقتنا في الله أن ربنا هينصر البلد دي وهيخليها في أرقى الأمم، لأن هي طول عمرها أرقى الأمم. الفرق بين السنة والثلاث والخمس سنين بتشوف انه ممكن يبقى فيه فرق كبير في الانجازات؟ لا شك حضرتك النهاردة بعد ثورة 30/6 2013 شوفي حضرتك يعني كيف مصر تغيرت دوليا، تغيرت بانها اصبحت تعيد مكانتها التي حاول البعض العبث بها، تغيرت بان هناك مشروعات على ارض الواقع غير متصور انها كانت تتم في الفترة دي، يعني قناة السويس شاهدا على ذلك لتشهد من هم المصريين ومن هو الجيش المصري. شهدت مقاومة ضارية للإرهاب وما زال موجود، ومع ذلك لم يخل ذلك بالتنمية من طرق وكباري ومحاور تعمير وإسكان الشباب ومحطات مية وشرب وصرف صحي ورصف طرق. ولكن يعني لا نتعجل بقى الأمر، فأن الدولة لا تتقاعس تحت أي مسمى في أن ترتقي بهذا البلد، لكن يعني الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ويمهلنا الشعب ذلك الوقت لأن الحكومة لا تتوانى. سيادة المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بشكرك يا فندم جزيل الشكر على وجودك معنا في صباح دريم. أنا بشكر حضرتك جدا، وبتمنى يعني القناة الدريم القناة المحترمة والمواطنين كل صباح في سعادة وخير إن شاء الله. بإذن الله بشكرك يا فندم. تفضل.
في كفر أبشيش، والحقيقة إنه سكان المنطقة هنا كلمونا وطلبوا نيجي نصور الوحدة الصحية. عايزين نعرف الوحدة الصحية هنا عندهم مشاكلها إيه بالظبط. معايا من المواطنين هنا عم جلال زهراني. أهلا بيك يا عم جلال. أهلا بيك يا أستاذة، وشرفتونا ونورت المنوفية والكلام ده. الله يخليك. مشكلة الوحدة الصحية إيه على طول؟ بس مشكلة الوحدة الصحية في عندك السلم بتاعها فيه هايل السقوط وخطر عليهم، وفي نفس الوقت مفيش خدمة طبية مظبوطة، تحس انها معمولة مثلا ايه بالظبط كده الصراحة للموظفين. ولما بيحصل يعني ايه معمولة الصراحة للموظفين؟ ما تلاقيش خدمة، تلاقي واحد مثلا في واحد اتعور مثلا يكون يقدر يسعفوه ولا الكلام ده، وبعدين تلاقي ايه فينا مفيش نبطشية بالليل اصلا كمان فيها، وما تخشيها من جوه تلاقي الحالة بتاعتها حالة سيئة، يعني المفروض تبقى نظيفة عشان ما فيش فيها الميكروبات تيجي فيها ولا الكلام ده. المفروض انها وحدة صحة الأسرة بكفر بشبيش بشيش تبع وزارة الصحة والسكان. استنى كده نقرا بقية اليافطة. الإدارة الطبية بقوسنا، يلا بقوسنا يلا بينا ندخل كده نبص عليها بصة من جوه مع بعض. اسمك ايه؟ مدام حنان رمضان عيسى. يا اهلا بيكي. انت بتشتغلي هنا بقالك قد ايه؟ انا بشتغل بقالي 19 سنة. الوحدة الصحية هنا؟ ايوه. طب بيقولوا لي ان هنا مفيش ستاف كفاية، ولو حد في طوارئ ولا حد اتخبط ولا كده، يعني عندكم القدرة انكم تقدموا له رعاية؟ اي طبعا كل حاجة بنقدمها له الحمد لله وشغالة، بس هو العدد تمريض شوية مش كمية كبيرة، والعمال طبعا فيش عاملات خالص، اللي هي عاملة واحدة في الوحدة الصحية. في نقص في العمالة يعني؟ نقص في العمالة بس. طيب والحاجات التانية بقى ايه؟ الوحدة الاسعافات الاولية والحاجات دي كلها تمام؟ الاسعافات الاولية كلها تمام وكل حاجة، بس تجهيزات الوحدة كلها غير صالحة يعني ما فيهاش، وطبعا اجهزة طبعا اسنان. انت بتقولي لي كله تمام، لكن رجعتي قلتي لي لا. الاساسيات بتاع الوحدة، لكن بالنسبة للطوارئ كلها شغالة والاجهزة فيها شغالة وكويسة، لكن اساسيات الاساسية مثلا الكراسي والحاجات اللي احنا بنقعد فيها ديت ما فيهاش اساس يعني. طيب بالنسبه للطوارئ شغال والاجهزه كلها شغاله وكل حاجه عندنا الحمد لله شغاله. يعني دلوقتي لو انا داخله لك دلوقتي وبقول لك انا مثلا عندي نزيف، هتعملي ايه؟ انا عندي مثلا خبطت في وشي في مناخيري، عايزه محتاجه بقى اخد غرزه ولا محتاجه بتاع ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ماشي، لو في غرز بنعمل غرز عادي وبنخلي. وريني. ماشي اتفضل. لا الدكتور موجود بس نبطش معانا في المخنة دلوقتي وزمانه جاي، لان هو يا جماعه في حاجه اسمها كده يعني وحده صحيه ما فيهاش دكتور؟ ما هو بيجي الدكتور موجود بس هيك من اللي عارف. بصوا يا جماعة عشان بس عشان محدش من الأساتذة في وزارة الصحة يزعم مننا، احنا داخلين ودي بقى اللي بجد بتتسمى زيارة مفاجأة على فكرة، هي دي اللي هي لا متفقين قبلها ولا بعتين حد يقول استعدوا ده في التلفزيون جاي يصور ولا الكلام ده، ولكن اهو وحدة صحية ما فيهاش دكتور. فين الدكتور؟ الدكتور عنده رباطشية برة في مكان تاني، بس يعني هيبقى يجي بعد شوية، يعني لو حالة الطوارئ وصلت دلوقتي على بال ما الدكتور يبقى يجي بعد شوية دي ممكن يبقى راح فيها. دي هنا المفروض عيادة الاستقبال، وريني بقى. ده السرير ده ماشي. ده ايه؟ ده عندي الولاد اللي فيه كل حاجه. وريني بقى. وريني بقى. الحاجات دي وريني كده، انا عايز اعرف ده ايه مثلا؟ تاريخ الصلاحيه لغايه 10/2017، تاريخ الصلاحيه لغايه 5/2016. طب ده تاريخ الصلاحيه مش مكتوب عليه مس حنان ده، يعني مثلا ايه ديكساميثازون ده عليه تاريخ الصلاحية؟ وريني وانا لغاية 7/2018 زي الفل ماشي. التعقيم بقى كلميني عن التعقيم بقى. ماشي كل حاجة مغلفة جدا، وعندي اجهزة التعقيم كلها متوفرة والحمد لله، وتعقيم ماشي كل حاجة بنعملها ماشي باستمرار والحمد لله. دي بقى الحاجات دي ايه يعني الكم محلول دول؟ دي حاجات طوارئ. لو بتوع ايه بس اديني وشك اللي هو بتوع ايه؟
انا مش فاهم. مش حاجه طارئه، واحد جالي عنده مغص، واحد جالي عنده صداع، واحد جالي عنده اسهال، ممكن اعلى له جرعه محلي. طبعا الدكتور اللي بيكتب لي الحاجات دي كلها وبنستحفى من اونلاين. واحد عنده مغص كلوب، الدكتور اللي في النبطشيه بره اللي مش موجود هنا في الوحده معاكي؟ لا الدكتور نبطش معايا، الدكتور موجود معايا على طول باستمرار، بس هو لحضرتك النهارده لان هو احنا هو محال على وحده كف مخنين، فهو في حاله طاسه فراح بس مش اكتر، لكن هو بيجي معانا نبطشيه لان الدكاتره مش كفايه. يلا بينا. قبل ما امشي هنا من الوحده الصحيه واروح مكان تاني اصور، الحقيقه زمايلي جابوني على هنا وقالوا لي لازم تقري في الاستقبال، بس انا كنت داخله على جوه على طول مش واخده بالي، قالوا لي لازم تقري الارشادات والتعليمات الحاجات دي. انتوا عارفين احنا اساتذه في كتابه الانستراكشنز او التعليمات، لكن جواها ايه بقى وبتطابق قد ايه الحقيقه اللي موجوده على الحقيقه، ده ملناش علاقه بيه، ده موال تاني خالص. اخي المواطن، تنفيذا لقرار معالي وزير الصحه والسكان 141 لسنه 2003 لتحسين جوده الخدمه الصحيه بوحدات صحه الاسره، فقد تقرر او بعد موافقه طبعا معالي محافظ المنوفيه، فقد تقرر توفير الاطباء والتمريض وفني المعامل بجميع الوحدات. ما حصلش. العمل بالعياده الخارجيه لمده 12 ساعه في ممرضه لكن ما فيش دكتور، يبقى ما حصلش. العمل خلاص قلنا توفير جميع اصناف الادويه لجميع الامراض المزمنه والحاده، ما حصلش. استقبال مرضى التامين الصحي لجميع القوانين، مش عارفين الحقيقه. مراقبه الاداء مراقبه دقيقه للتاكد من جوده الخدمه الصحيه. ان يتم التعامل بنظام العلاج باجر اللي هو الاقتصادي بالاسعار التاليه الغير مؤمن عليهم: الكشف 3 جنيه، الفحوصات حسب القائمه، الادويه تلت ثمن الدواء، وبالنسبه لمرضى التامين الصحي الطلاب بيدفعوا طبعا التلت والرد على التلت و50 قرش للكشف وزائد الارامل ومعاشات مجانا 32 جنيه او 1 جنيه حد اقصى الادويه والفحوصات. طيب والله السؤال، بس في اي مسؤول فيك يا مصر عدى في يوم من الايام على المنطقه هنا ودخل فكر يعمل مقارنه سريعه زي اللي زمايلي وانا بنعملها دلوقتي كده بين اللي مكتوب هنا وبين الحقيقه اللي بيتقدم للمواطن؟ فيكي مسؤول واحد يا مصر عمل كده؟ للاسف لا. أكيد. عم جلال اشرح لنا دلوقتي انت هتاخدنا على فين بقى؟ هنوريكي اتجاه الترعه من الجهه الغربيه. الترعه اسمها ترعه ام احمد من ناحيه كفر بشيش. ترعه ام احمد؟ اه ترعه ام احمد. سمينا كده ليه؟ ده الاسم الغريب. الاسم بتاعها من زمان وهي موجوده كده بالنسبه للري، اسمها ترعه ام احمد بكفر بشيش. والترعه دي اصلا جايه الميه بتاعتها من يمه مركز الباجور، وفي نفس الوقت الترعه دي ما بيجيش فيها ميه يمكن مرتين في السنه بعد ما نصوت ونصرخ ونبعت حتى نشتكي لرئيس الوزراء. وفي نفس الوقت كان في تغطيه حوالي بتاع كيلو 200 متر او 300 متر للترعه، فهم غطوا حوالي 800 متر، فاضل حوالي 400 متر ما تغطوش. في نفس الوقت دول كلهم زباله، وفي نفسه جايب امراض وحشرات وكل ما يخطر على بالك من الحشرات موجوده والمخلفات وريحه كريهه. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، المسؤول لما بنقعد معاه على طول بيقول لك لا ده في محطات دلوقتي لتنقيه الميه وترشيحها، وانه في قياس لمعايير الجوده، وان كل فتره الموضوع ده بيتحسن اكتر. ايه رايك في الكلام ده؟ في ميه الري هو كلام بيتقال على الهوا، لكن على الواقع وعلى التنفيذ ما بتلاقيش نهائي الكلام ده حقيقي. ما قدامك هو ادي كوم زباله هو، ما تيجي تبص هنا وتلاقي ناس عايشه وزلاف وباء وامراض وفتح الكلام. تعالي سعادتك هنا بص كده، ادي بالنسبه للترعه مثلا اهي اهي الترعه دي. دي بقى الترعه دي ترعه ام احمد. دي ترعه ام احمد، وجايه بقى وانت ماشيه كده هتلاقي كلها كوم زباله وقرف. اسال سؤال معلش معلش يا عم جلال، وهتقولي برضو كبارات المنطقه، تعالوا اتفضلوا تعالوا تعالوا معايا، عايز اسالكم سؤال ونبي. اهلا يا عمده. اهلا وسهلا بيك، اعرف عليك احمد عبد الله امين. يا اهلا بيك. اهلا بس جناب العمده بجد وبحج وحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله. دلوقتي انا عايز اسال سؤال، يعني بصراحه كده ما بدل ما نقعد نستنى الحكومه لما تعمل، طب احنا اهالي المنطقه هنا ما ننضفش الترعه دي ليه ونلم الزباله؟ ما احنا برضو يا جماعه مواطنين بنقعد نرمي زباله قد كده. ده منظر، ده منظر، ده طريق، ده طريق، ده طريق، ده طريق الرايح والجاي، وهو معدي في الفجر او بالليل متاخر بيرمي زباله. رايح وجاي منين يا عمده؟ ما هو من اهاليكوا، ما هو من هنا. في طريق واسواق وناس بتعدي بعربيات وبترمي برضه زباله، مش شرط كله، ودي كلها بتيجي مع الميه، دي بتيجي كلها مع الميه اتجاه الميه.
عايزه علشان يعني نكون حاسين انه بنوجه الرساله من المواطن للمسؤول وبدون اي تاثير الحقيقه مننا، يعني ده ارض الواقع اللي احنا بننقله. رجاء النظر الى كفر أبشيش مركز اويسنا في محافظه المنوفيه، الترعه اللي هنا ترعه ام احمد، الترعه دي مسببه كم كبير جدا من الاوبئه. الحقيقه احنا من اول ما دخلنا انا وزمايلي مش قادرين نبطل كحه، ده بجد على فكره، والريحه لا تطاق. هنا في حوالي 15 الف مواطن مصري حقهم علينا كدوله كحكومه يعيشوا حياه كريمه، ما يعيشوش بهذا الكم من القمامه اللي طالع من الـ من الـ من الترعه والرائحه والاتربه والاوبئه والامراض والناموس والفيران وكل اللي موجود ده. ارجوكم ما بين طلبات كتيرة قوي ممكن تتقلق من المواطنين اللي ساكنين في مكان معين، زي مثلا ملعب الكورة ده عايزين الحكومة تراعيه وتاخد بالها منه، زي مثلا موضوع الوحدة الصحية اللي اتكلمنا فيه، زي الترعة، زي حاجات تانية كتير. وما بين خطط واستراتيجيات كتيرة قوي ممكن تكون الحكومة أو المحافظة بتتكلم فيها، في دايما صوت المواطن. صوت المواطن هو اللي ما بتسمعوش أبدا وانت قاعد جوه مكتبك. مش بقصد بالكلام ده الحديث او الاشارة انه محافظة بعينها المسؤول عنها قاعد في مكتبه، انا بتكلم حقيقي في المطلق. انزل الشارع، ادخل وسط الناس دي واقعد معاهم، اقضي معاهم ساعة واثنين وثلاثة على قد ما يلزم الامر، اسمع من الناس دي واعرف مشاكلها ايه وهم عايزين ايه. مش بالضرورة كل حاجة يطلبوها قابلة للتحقيق، ومش بالضرورة كل حاجة يطلبوها يبقى معاهم حق فيها، ولكن في النهاية هم المواطنين اللي أنا النهاردة ماسكة المنصب بتاعي عشان أخدمهم وأشوف مطالبهم إيه. بشكركم جزيل الشكر ولازم أخلع بسرعة. سلام عليكم. دايما الاطفال احباب الله الحقيقه، دايما الحمد لله، يعني ما فيش مره بنطلع فيها غير لما بيستقبلونا استقبال زي الفل. دي كانت بعض المشاكل اللي سمعناها، ودايما الحقيقه بنكرر نفس الفكره انه احنا واثقين انه في جزء كبير جدا من الناس اللي بتتولى مناصب مؤخرا عايزه، حتى لو هي عارفه انها مش هتقعد وقت طويل قوي في مناصبها دي، بس عايزه لما تمشي من مكانها يبقى في فرق واضح وفرق المواطن اللي في المحافظه ده حاسس بيه. لكن في نفس الوقت ممكن حاجات صغيره المسؤول يبقى شايف انه لا، طب هركنها دلوقتي على جنب لانه انا عندي حاجات تانية اهم. الحاجات التانية دي ممكن تبان ان هي اهم فعلا، لكن فكره انه انا عندي وحده صحيه ما فيهاش دكتور. وعلى فكره موضوع الوحده الصحيه ده فيه نقطه مهمه عايزه اقولها، مش بالضرورة يكون الدكتور اللي ما كانش موجود لما دخلنا بالكاميرا فجأة وصورنا ده، مش بالضرورة ان هو يكون هو اللي غلطان ومخطئ ولازم نعدمه ولازم خالص. هو ممكن يكون فعلا زي ما كانت الممرضة بتقول لنا، هو متحمل على جدول النبطشيات، فهو كمان المفروض يلف على أماكن تانية. طب هو يا جماعة السؤال، يعني هي من قلة الدكاترة عندنا في مصر؟ احنا كل سنة بنخرج كام دكتور ودكتورة من كليات الطب المختلفة في محافظات مصر كلها يا جماعة؟ هل من قلة الدكاترة اللي عندنا فانا بحط دكتور واحد بني ادم واحد هو اللي مسؤول انه يكون موجود في يوم واحد او في نبطشية وشفت واحد في الوحدة الصحية هنا والمستشفى اللي هناك، وبعدين يفوت يعمل مش عارفة نبطشية او يساعد دكتور في عمليات في مستشفى تالتة او بتاع؟ في حاجه غلط، في حاجه في التوزيع، في حاجه في الجداول اللي بتتعمل، في حاجه اكيد غلط بصراحه. عموما احنا علشان برضو باقي النقاط اللي اتكلمنا فيها مع الساده المواطنين، ولان احنا بنحب الحقيقه دايما نعمل متابعه للملفات اللي بنطرحها، خلونا ايضا ناخد على الهاتف معانا سياده دكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. و حاجتين ربما اللي هتكلم مع حضرتك سريعا فيهم، لانه كانت دي الجوله اللي عملناها الحقيقه واحنا في طريق العوده الى القاهره تلبيه لطلب المواطنين هناك في المنوفيه، الترعه والوحده الصحيه والفكره عموما. نبدا بالترعه يا فندم.
الترعه. طبعا احنا عارفين انه فكره ان احنا نطلب ردم الترعه دي اعتقد هتبقى صعبه وغير عمليه، فاحنا لو بنتكلم في ان احنا نعمل ترعه مغطاه بحيث انه المواسير يعني يتم وضعها بالاسفل فما تتسببش في النهايه في المنظر ده اللي ممكن يسبب اوبئه للمواطنين. ايه راي حضرتك يا فندم؟ هو طبعا حضرتك موضوع الترع والمصارف في محافظه المنوفيه فعلا زي ما حضرتك صورت كده واتكلمت في المشكله دي، مشكله متفاقمه بالفعل. طبعا احنا غطينا عدد كبير جدا من هذه الترع بالتنسيق مع الري والصرف، بس المجال المائيه اللي موجوده في محافظه المنوفيه حجمها كبير جدا والمشكله دي قديمه الى حد كبير. فكرة ان احنا نسيب الوضع بالشكل ده طبعا مرفوض. بنحاول في ميزانياتنا وبحلول احيانا بتبقى خارج العادي وخارج الصندوق ان احنا نغطي بكميات كبيرة ترع ومصارف بنفس الشكل ده موجودة في كل قرى محافظة منوفية من اقصاها الى ادناها، موجود بالفعل عشان ما نكروش يعني. تصدينا للمشكلة دي وغطينا نسب كبيرة جدا، لكن طبعا لسه في نسب كبيرة برضو لسه ما غطتش. نتيجة الميزانية من ناحية ان احنا بنحاول نشوف لها اعتمادات، نتيجة ان في بعض السلوكيات من بعض المواطنين زي ما حضرتك عارفة يعني مش كل طبعا المواطنين، لكن في بعض السلوكيات بتبقى مش منضبطة في مسائل التعامل مع الترع والمصارف. لكن كل الاحوال لا نعفي نفسنا من مسؤولية ان احنا لازم نعمل ده بقدر ما نستطيع، وفعلا احنا يعني تقريبا غطينا نسبه غير مسبوقه خلال السنه اللي فاتت. يمكن احنا غطينا اكتر من حوالي 38 مس او وترعه كانت بنفس الشكل. يا فندم عدد الترعه اللي اتغطت في السنتين 38 اللي فاتت 38 والفتره الجايه دي ان شاء الله هيكون في تركيز اكتر على والله يا فندم احنا فعلا بنحاول نعمل ده في كل القرى على فكره يا فندم، مش قريه ابشيش بس. اكيد الموضوع مش متعلق بقريه ابشيش وحدها ولا متعلق فقط بمركز دون الاخر، الكلام ده موجود يعني للاسف الشديد في يعني حتت كثيره جدا داخل محافظه المنوفيه. احنا بنعمل لها فعلا رصد، والسيد وكيل وزاره الري بينزل بنفسه وبيشوف وبيعمل بها تقرير دوري وبيشوف التطهير يعني احنا بنعمل طريقتين، طريقه التطهير ودي طريقه غير مجديه بالمعنى الكامل ولكنها حل مؤقت، والطريقه الثانيه ان الترع والمصارف التي اصبحت عديمه الجدوى بنغطيها. يمكن كنت لسه في اشمون مغطين ترع بطول حوالي كيلو وشويه كانت بنفس الشكل اللي بتكلمي عليه، وبادر الشباب القريه بان هم في التغطيه دي يعملوا 1000 نخله على المساحه المغطاه، وبالفعل الحمد لله رب العالمين عملنا ده. فطبعا يعني مش هقدر اقول لحضرتك ان المشكله ممكن يعني تتحل في يوم ولا حاجه، لكن اللي بنقوله ان احنا يعني ما بنتاخرش في ان احنا نشوف حل دايما للمشاكل من النوع ده لانها مشاكل للاسف قديمه الى حد ما يعني. طبعا ومتعلقه بصحه الانسان برضو. بالحديث بقى عن الصحه يا فندم، انا عارفه انه حضرتك ممكن تكون المسؤوليه بشكل مباشر هنا طبعا على وكيل اول وزاره الصحه عن المنوفيه اللي موجود، هو اللي من دوره الحقيقه ان هو يتمم على وجود عدد كافي من الاطباء والتمريض والفنيين في كل وحده صحيه او مستشفى او اي مكان طالما يقدم خدمه صحيه. لكن احنا معانا ست محافظ على التليفون، وبالتالي هنتوجه بالسؤال ده، نعمل ايه يا فندم عشان ما نلاقيش مره ثانيه وحده صحيه ما فيهاش دكتور؟ هو حضرتك طبعا انا مش هعفي نفسي المسؤوليه برضه، مش هألقي اللوم والعتب على وكيل وزاره الصحه يعني واحد. هو طبعا مشكله الوحدات الصحيه الريفيه بشكل عام فعلا نقص في عدد الاطباء، وفي حاجه ثانيه كمان حضرتك ان في بعض الوحدات الصحيه ما فيهاش مكان مجهز لمبيت الطبيب او الطبيبه. احنا فعلا المشكله دي من ساعه ما جيت تقريبا ان انا عامل يعني دورات تفتيشيه بشكل مستمر ليلا ونهارا وفجرا على الوحدات الصحيه، ومحاوله تدارك اي مشكله متعلقه بيها سواء كان بنقص الاطباء او بنقص المعدات اللي موجوده فيها او بمشاكل التمريض وغيره. ما فيش شك ان المشكله
تقلصت، يعني تقلص حجم المشكلة، لكن المشكلة ما زالت موجودة. الحقيقة برضو مفيش تقصير من الصحة في هذه المسألة برضو عشان أكون صريح قدام حضرتك، يعني لأن فعلا نقص الأطباء ده حاجة عامة على مستوى جمهورية مصر العربية. إزاي يا فندم؟ إحنا عندنا عدد كبير من الأطباء بيتخرجوا. لا مش عدد كبير ولا حاجة يا فندم، لا الكلام ده معلش حضرتك مش دقيق قوي. ليه؟ لأن حضرتك أنت عند حضرتك كام وحدة صحية على مستوى جمهورية مصر العربية، أو خلينا في مستوى المنوفية لوحدها. عدد الأطباء اللي بيتخرج بيروح منه جزء الجامعة، وجزء بيروح المستشفيات العامة، وجزء بيروح المستشفيات المركزية، وبالتالي العدد اللي موجود علشان يغطي القطاع الريفي لا يتناسب مع حجم القطاع الريفي نفسه. دي حقيقة، يعني لازم نعترف بيها. أنا معلوماتي إن المنوفية فيها 315 قرية على سبيل المثال. تمام يا فندم. كل قرية طبعا فيها مركز أو وحدة صحية طبعا غير المستشفيات. وأحيانا بيبقى فيها اثنين. يعني أحيانا بتبقى القرية الأم فيها عدد من التوابع فيها أكثر من وحدة صحية. طب دي مشكلة خطيرة يا فندم، احنا نتمنى برضو ان حضرتك تثيرها، واحنا كمان في صباح دريم ان شاء الله من حل. لا على فكرة المشكلة مش معناها انها ما بتتحلش، لا هي تتحل، بس عدد الاطباء اللي موجود غير كافي. في مستشفيات مركزية كبيرة جدا، يعني مستشفى مثلا مركز، يعني مثلا زي مركز اشمون مثلا، عدد الاطباء اللي موجودين في المستشفى عدوا 200. ما هو فعلا ده العدد الملائم تقريبا لحجم الخدمات اللي موجوده داخل مركز زي اشمون. فتلاقي مثلا عدد الوحدات الصحيه اللي موجود في دائره اشمون 66 وحده صحيه تقريبا. ف 66 وحده صحيه، هل موجود فيهم 66 طبيب؟ بنحاول، وكل ما بتيجي دفعات جديده بنوزع من جديد، وبنحاول نقرب للدكتور مقر سكنه علشان ما يبقاش الموضوع بالنسبه له يعني في شيء من العقاب ان هو يبقى بعيد عن مكان سكنه ومكان عمله بعيد عنه. تمام. لكن في النهايه في يعني حلول وموجوده وبنحاول وبنفتش، وبتفتش الدكتوره وزاره الصحه، والمتابعه عندي بتفتش، وانا شخصيا بتابع بنفسي. انت انا عامل لغايه دلوقتي حضرتك على الصحه بس 130 يعني مرور من ساعه ما جيت لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، واحنا مطمئنين انه الملفات الاساسيه دي حضرتك بالفعل شغال عليها ومش منسيه، وان دي ضمن ملفات اخرى الفتره الجايه دي ان شاء الله انتوا هتشغلين عليها. جزيل الشكر حضرتك دكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه. كمان الحقيقه عايز اشكر جدا زميلنا العزيز، زميلنا مساعد المخرج محمد عباس ابن من ابناء المنوفيه، هو الحقيقه كان بالنسبه لنا في الرحله دي مرشدنا، يعني هو كان بيقول لنا القريه دي فيها مشاكل كذا والاهالي دول عايزين يتكلموا معاك وكذا وكذا. بشكرك جدا الحقيقه يا عباس، وبشكرك على فطير المشلتت بالنيابه عن كل زمايلي الحقيقه، كان زي الفل. اهل المنوفيه يعني بجد انتوا اثبتوا لنا يا محمد ان اهل المنوفيه لا غلطان اللي يقول لك ان المنايفه بخله، لا الحقيقه زميلنا عباس اثبت عكس كده خالص. دي كانت فقرتنا النهاردة من المنوفية، وإن شاء الله يكون في مزيد من الجولات ومزيد من المتابعات عن قرى ونجوع وربوع ومحافظات مصر المختلفة. أعتقد أنه في ناس بتقول أن هو ده الإعلام، ده دوره أنه ينزل يرصد المشاكل ويقدم صوت وهموم المواطنين. وبالحديث عن الإعلام، حركة هي حركة الإعلام الإيجابي، حركة جديدة بها مجموعة من الزملاء والزميلات الأعزاء اللي هيكون معانا بعد لحظات، منهم زميلتي العزيزة الإعلامية شيماء السباعي وزميلنا العزيز الإعلامي سمير عمر، يكلمونا أكثر عن حركة الإعلام الإيجابي هدفها إيه ودورها إيه بعد هذا الفصل.